آفة جديدة تضرب بالمجتمع العراقي في ظل انشغال الحكومة وأحزابها بالصراعات السياسية والتنافس على المناصب من أجل مزيد من النفوذ الذي ضمن لصاحبه مزيدا من فرص نهب أموال العراقيين. الابتزاز الإلكتروني جريمة باتت تنتشر بوتيرة متسارعة في العراق، وبالطبع فإن لبغداد النصيب الأكبر من عدد هذه الجرائم، حيث ترتكب فيها سنوياً المئات من جرائم الابتزاز الإلكتروني التي ينتهي بعضها بمحاولات انتحار الضحايا. وتنتشر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق والتي تمارسها عصابات مختصة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى وسط ضعف للتقنيات الإلكترونية لدى جهات الأمن المنوط بها مواجهة مثل هذه الجرائم، الأمر الذي يقلل من قدرة هذه الأجهزة على السيطرة عليها وحماية المجتمع العراقي من هذه الآفة الخطيرة. وبحسب ناشطين فإن أكثر حالات الابتزاز في العراق ناجمة عن سوء استخدام الضحايا للهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أن أكثر الضحايا من المراهقين وصغار السن، الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية في الدولة مسؤولية تنمية الوعي بالأمن السيبراني للهواتف والمواقع الإلكترونية، كما يفرض على الحكومة تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط مرتكبي هذه الجرائم، وعلى البرلمان مسؤولية تغليظ العقوبة في جرائم الابتزاز الإلكتروني. بيد أن العراق لا يملك قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية حتى الآن بحسب ناشطين حقوقيين، وعندما سعت أحزاب السلطة لطرح قانون بهذا الشأن، فإذا بمشروع القانون لا يناقش المعالجات القانونية لمشاكل الابتزاز الإلكتروني، ولكنه يهدف فقط لإسكات الناشطين والمعارضين لممارسات السلطة الاستبدادية في البلاد، ما يكشف عن عمق الهوة الفاصلة بين ما يعانيه العراقيون وما تسعى إليه الحكومة وأحزابها لضمان بقائها في مقاعد السلطة.